هو فعلا اخر نعناشه بصراحه. ايه الاغنيه الحلوه دي؟ هي أغنية جميلة فعلا، هي على قد بساطتها والحقيقة عزيز عامل كلام حقيقة مختلف تحفة. ولحن كمان حلو، والحقيقة اللي زينه واللي حلاه واللي اداله الإطار الحلو هو طارق مدكور، أستاذ طارق مدكور كما بعتبره جرت العادة، كبير. طارق ليه لمسة مذهلة مذهلة. بس ده يخليني أسألك بقى، يعني ما اتصدمتيش من الكلمات اللي كاتبها عزيز اللي فات حمادة واللي جاي حمادة وآخر، يعني اللي هو إيه ده تجديد، وده بالمناسبة سر من الأسرار بتاعة سميرة سعيد، التجديد المستمر. هو الحقيقة قلقت أول ما سمعت الأغنية، أول ما كانوا ثلاث حاجات قلقوني أو ثلاث كلمات، اللي هو نضغة لبان وحمادة ونعنشة ونعنشة جنجبيل. فقلت يعني معقولة أنا أقعد أقول الكلام ده؟ يعني طبعا كل مرة بقول كلام ممكن يكون أجرأ من كده في مواضيع معينة، يعني فاهم إزاي؟ إنما في الكلام الحلو ده اللي هو الوصف والغزل وكده، انما اقول اللي فات حماده واللي جاي حماده ونعنشه جنزبيل، لقيت لا انا يعني لا الموضوع جريء شويه بالنسبه لي. فقلت له لا ما تغير لي دول، انا مش. فقعد طارق وهو عزيز الحقيقه اقنعوني بالموضوع ده، لا صدقيني ده كويس. قلت لهم انا اقول جنزبيل ونعنشه جنزبيل ينفع؟ ينفع انا اقول حماده وحماده تاني وحاجات كده، يعني ينفع الكلام ده؟ قال لي بس جربيها غنيها، ولو ما عجبتكيش احنا هنغيرها. ماشي. الحقيقه غنيتها، وبعد ما غنيتها قعدت اسمعها مره واثنين وثلاث، الله طلعت حلوه اهو، يعني عارف ازاي؟ يعني حبيت احس انه هي مش مضايقاني في حاجه يعني. وبعدين ايه المشكله؟ يعني دايما انا بحب يعني زمان كان لينا مفردات والدنيا تتغير وبقوا بقيت في مفردات تانية، المهم إن ما تبقاش بصفة أو ما تبقاش طبعا، إنما هي لذيذة يعني. في الآخر لقيت حتى نطقها مش مضايقني في حاجة، فابتديت أسمعها كل مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لأ بقيت مش عارفة أغيرها. فخلاص هما الحقيقة اصطادوني الحقيقة، قلت لهم لأ استنوا شوية لأ غيروا لي. وبعدين سكت بقى، لقيت نفسي خلاص تعودت على الكلام وخلاص الموضوع مشي على كده وانبسطت في الاخر يعني. مش انا فاكر زمان لما كان في مش هتنزل عنك ابدا، وبعدين الناس قالت يعني ايه ست تغني لراجل تقول له مش هتنزل عنك ابدا، وناس كتبت انه لا ما ينفعش الكلام ده، فكانت او كنت دايما طول الوقت بتعملي اللي بيعتبروا الناس مغاير للعادي ومختلف. اتفضل. لا لا بقول لك كملي، يعني دايما بتعملي حاجات مختلفه من وقت للتاني. لا مش وقت للتاني، كل البوم فيه حاجه مختلفه دايما ما تثير هو الجدل. يعني بص انا بعتقد انه المطرب او الفنان بشكل عام لازم يبقى متغير، ويبقى متغير عبر الوقت والعصر والجيل يعني الوقوف عند حته واحده معينه، في الافكار وفي المفردات وفي الشكل الغنائي وفي كل حاجه. النمط بيسيب الفن بالملل، يعني الناس بتبقى منتظره الفنان ده هيعمل ايه، خلاص ما فيش حته التشويق او الفضول انه الفنان ده يا ترى المره دي هيقول ايه وهيغني ازاي وايه الكاركتر هنا وايه الجانرا بتاع اللي هيشتغل عليها او فاهم ازاي. انما لو فضلت طول الوقت انا بقول مقسوم وطول الوقت بقول جاز او طول الوقت بقول هارد روك او لازم يعني، والا هنبقى وده له ناسه طبعا اللي هم المطربين الكلاسيك بقى، اللي هم مثلا بيغنوا كلاسيك ودولت لهم ناس ولهم اودينس بتاعهم وبيحبوهم زي ما هم ومش عايزينهم يغيروا، لو غيروا مش هينبسطوا. بالنسبه للبوب اللي بيعملوا البوب ميوزك لازم طول الوقت يبقى في تغيير، وده يعني مطلوب عندنا احنا يعني كل الناس اللي بيشتغلوا نوعيه الموسيقى بتاعتنا اللي ما هياش اللي مش عايزين يبقوا كلاسيكيين، عايزين يبقوا طول الوقت متطورين مع الوقت. دي حاجات محتاجه طول الوقت مفردات مختلفه طول الوقت، سواء كانت موسيقيه او مفردات لغويه او زي ما مش عارفه اسميها ازاي، او مفردات الكلام نفسه يعني. صح.